بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل حاجه كده. تمام، النهارده ده اول فيديو ليا في القناه باذن الله، عن تربيه الحمام. انا يعني المحتوى بتاعي يبقى عن تربيه الحمام وكده، معاك اخوك احمد. تمام، فهنبدا مع بعض. ايه، ابدا اعرفكم على الحمام اللي معايا كده، كل جوز عندي، ونبدا نتعرف على الحمام واحده واحده كده، وايه اللي تحت الزغاليل وايه اللي محصي. تمام، ونبدا نوريكم ايه الاصول اللي عندنا كده. بس اهم حاجه يعني اتمنى من اخواتي كده دعم ولايك، ويعني القناه باذن الله تكبر بيكم. يعني ده اول فيديو ليا ان شاء الله على القناه الجديده. كان ليا قناه قبل كده بس بعدت عنها فتره، وقلت حبيت ان انا ارجع تاني يعني، واشارك معاكم الموضوع من تاني. فده اول قص زاجل معانا اهو، بسم الله ما شاء الله. اقولكم في العين من جوه كده، اول قص معانا زاجل اهو، بسم الله ما شاء الله. تحتهم جوز زغاليل اهو، جوز طالعين ازايزه غامقين، هما عامه دول مش ولادهم، انا محضن البيض اهو. بسم الله ما شاء الله، قص زاجل، اول قص زاجل معانا اهو، بسم الله ما شاء الله. وادي عيالهم، القص اللي تحتيهم النتايه دي. تمام، بنت الذكر والنتاية اللي فوق، يعني دي بنت القص اللي فوق، والذكر ده ذكر ازازي، واخده من اخويا حمام كسبان، يعني ابن حمام كسبان. ومحص اهو الزغاليل بتاعته، كان لسه مطلع جوز زغاليل اول عش ليه، والحمد لله ده تم البيع بتاعه، بعناه، وان شاء الله النتاية حصت اهي، حصت الحصوتين بتوعها. وراكوا الجوز من جوه كده، نفتح مع بعض، بسم الله ما شاء الله. قص تاني قص زاجل معانا اهو، بسم الله ما شاء الله. وده تاني قص زاجل معانا اهو، برضو النتاية دي بنت الجوز اللي فوق، يعني النتايتين دول اخوات طالعين عش واحد، يعني العش طلع نتايتين. وده ذكر اهو، بسم الله ما شاء الله، ده حمام كسبان برضو، محصيين اهو، ابنهم برضو اتباع الحمد لله. ده تاني، ده تالت قص زاجل معانا كده اهو، وده رابع قص زاجل معانا، بسم الله ما شاء الله. نتال بدرية دي اتعرض عليا فيها مبلغ يعني محترم، بس انا بصراحة ما كنتش لسه خدت منها ولا عش، ده اول عش ليهم اهو. ده زغلول طالع شكل امه النتال بدرية دي، والتاني انفصل زي ابوه. جوز اهو، بسم الله ما شاء الله. نتال بس عايز اوريها لكم كده، نتال بسم الله ما شاء الله، ودول اول عش ليهم بفضل الله. يعني بفضل الله بفضل الله، والعش ده محجوز اصلا، واحد صاحبي عايز العش ده، فربنا يبارك له، يبارك فيهم كده ان شاء الله، ويبارك له لما صاحبي ياخدهم باذن الله. في بقى قصين رومي عندي عايز اوريهم لكم برضو، يعني او دول قصين كانوا جايين لي زغاليل، وانا فضلت ازقهم كده يا ده، ولحد ما بسم الله ما شاء الله، وانا لسه ما خدتش من تحتهم اي حاجه لحد دلوقتي، لان هو يعني ايه حصه مرتين والحصو كان رايق. ففي قص منهم طلع النهارده وشكو حلو، يعني اول فيديو طلع النهارده، والقص التاني قرب يحصه، اوريه لكم مع بعض. وده اول قص معانا اهو، جوز رومي بسم الله ما شاء الله، النتايه اللي هي البيضه اللي منقطه احمر دي، والذكر اللي هو الايه البني ده. وده هو تاني قص حص، يعني النتاية حص في حصوية فكت، والحصوية التانية لسه. ده الذكر اهو، دي النتاية اللي راضعة على الحصى، يا ربنا يبارك فيهم يا رب. وانا النهاردة ده فيديو النهاردة كده، قلت اعرفكم على الحمام اللي عندي كده، لسه في حمام تاني طبعا هنشوفه مع بعض. يعني دي الاشتكات اللي عندي اللي انا حابسها بالنسبة للزواجل، وبالنسبة للقصين الرومي دول. عندي حمام برضو تاني، نبدأ نتعرف مع بعض كده، ونبدأ نكبر مع بعض، يعني نستشير بعض في كل حاجة كده. واتمنى ان اخواتي كده اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، وفعل زر الجرس، واي تعليق هرد عليه، واي سؤال لاي حد على القناه هنبدا نرد مع بعض، ونبدا نعرف كل حاجه مع بعض، وانا بتعلم منكم وانتم بتتعلموا مني. نتقابل الفيديو الجاي على خير.